نعم. قلت شيخ أحسن الله إليك، ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأنشطة في غير المناسبات، في غير الاحتفال مثلا في مناسبات أو نعم. أولا اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم، هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني يستحلون الفرج الحرام واللبس الحرير والخمر والمعازف. فالأصل في جميع المعازف من جفوف وطبول وزمور وغيرها، الأصل فيها التحريم. وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه. والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات، إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب له قيمته في المجتمع. أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى. وأما أيام العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجارتين اللتين تغنيان في أيام العيد، فزجرهما أبو بكر فقال: دعهما فإنها أيام عيد. وأما قدوم الغائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها: أو في بنادرك. ولو كان حراما لم يأمرها أن توفي بنذرها. ما عدا ذلك لا يجوز. وعليه فإذا استعمل الإنسان الدف في المسجل في غير مناسبة فإنه لا يجوز.